كيف تحصل ذلك الإعلامي السعودي على الملايين بسبب الصورة المثيرة للجدل؟ ولماذا توجهت أنظار الجماهير صوب ملكة جمال كرواتيا وتركت نتائج نهائي دوري أبطال أوروبا إلى المحللين؟ وما الذي دفع ملكة جمال كرواتيا إلى الظهور بتلك الطلة المثيرة؟ لا حديث على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة الساعات الماضية سوى عن الإعلامي والملكة. أما الإعلامي فهو السعودي إبراهيم الفريان، والملكة هي ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانول. أما اللقاء بينهما فكان خلال فعاليات المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي أقيمت بين ناديي مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي. وبينما انتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي، لكن الجدل لم ينتهي بشأن ملكة الجمال والإعلامي. إبراهيم الفريان ذاته كان طرفاً في إثارة الجدل بشأنه بعد ظهوره مع ملكة الجمال الكرواتية. ظهر الفريان مع ملكة الجمال مرتدياً ملابس تبدو رياضية وعلى رأسه الشماغ السعودي، وحقق الإعلامي ملايين المتابعات بتلك الصورة. علق الجمهور على صورته مع ملكة جمال كرواتيا بعنوان يبدو أقرب إلى صياغة التقارير الخبرية، وكتبوا شاهد الفريان يلتقط صورة بجانب ملكة جمال كرواتيا قبل نهائي أبطال أوروبا في إسطنبول. وعلق السعوديون على الصورة التي ظهر فيها الفريان مع إيفانول بعبارة الله يغربلها يا ساتر. الصورة حققت فعلاً ملايين المتابعات على حساب الإعلامي السعودي، لكنها نالت أيضاً نصيباً كبيراً من الانتقادات والسخرية، حيث علق جمهوره بعبارات قاسية، وكتب أحدهم الله يهديك يا الفريان. أحد الجمهور رد على الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان بدعاء قال به الحمد لله على نعمة العقل. ولم تكد الصورة تحقق 4 ملايين متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى قرر الفريان حذفها بشكل مفاجئ وفق شبكة الأخبار الأمريكية CNN. ربما حاول الفريان بعد حذف الصورة تلطيف الأجواء مع الجمهور السعودي، فقام بنشر صور له يدعم فيها عدداً من الحضور الليبيين في المباراة، وظهر في أحد المقاطع يعطي أموالاً لأحد الشباب الذين ظنوا أنه يوزع صدقات ورفضوا، لكنه تواصل معهم وأفهمهم أنها مكافأة. وكعادة الجمهور تباينت آراؤهم بشأن الإعلامي السعودي الذي لم يشفع له حذفه الصورة التي التقطها مع ملكة جمال كرواتيا في محاولة لتهدئة الانتقادات، لأن الصورة رغم حذفها إلا أنه قد جرى تداولها على نطاق واسع في مختلف صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي. حتى الآن لم يخرج الإعلامي السعودي بتوضيح بشأن الجدل الذي تزايد بعد نشر صورته مع ملكة جمال كرواتيا، وتزايد الجدل أكثر بقيام إبراهيم الفريان بحذفها بشكل مباشر. فهل تلقى الإعلامي السعودي توجيهاً من جهة معينة أو من مؤسسة يعمل بها تأمره بحذف الصورة، أم أنه فقط خشي الدخول في مواجهة مع المجتمع المحافظ؟ وعلى أي حال هذا شأن يخص الإعلامية السعودية وحده، إن شاء أوضح تفاصيله وإن شاء حاول تفادي الأمر لتجاوز الدخول في جدل ربما يكون في غنى عنه.